جماعة إلو معنى، مش بس الحكي ما عاد إلو معنى، ما في شيء إلو معنى. يلي محيرني ليه جو بعده عم يدافع عن فراس رغم كل الإثباتات اللي قلت له عنها؟ حسيته كأنه بعده مش مقتنع. بدك نصيحة ونصيحة أخت؟ اسألي عن جو، تأكدي مين بيكون، مين أهله، شو مستواه، مع مين كان يحكي قبلك، شو ماضيه، شو حاضره، قبل ما تفكري بالمستقبل معه. أنا بعرف إنك بتحبيه، بس ما بيمنع تتأكدي بمين أنت مغرومة. معك حق، مش يمكن جو في راس نيناتهم متفقين علينا من الأساس؟ عم تمزحي؟ ما في شي بعيد. لا، مش عم بمزح. من وقتها قصتك وقصة زينة، كل ما قرر اسأل بابا عنه ارجع غير رأيي، بس لأني وعدته إنه ما جيب سيرته لحدا قبل ما يخلص من مشاكله المادية. جيهان، تسألي عنه، ضروري تسألي عنه. شو بك حبيبي؟ شو عم تفكر؟ في غلطة ارتكبتها بحق حالي، لازم صلحها الليلة أو بكرة. صارت حمل تقيل، ما عاد قادر أحملها. إذا بتتصلح معناتها ما عادت غلطة، وأي حمل تقيل أو خفيف فيك تنزله عم تسافر. ما كنت عارف انه رح تنكشف، بس الظاهر رح تنكشف وحياتي بدها. شو في؟ انا شغلت لي بالي، شو عامل؟ ما تخافي مريم، كثير هيني اني صلحها. ديو برجع لك. الو علاء، شو هالمفاجأة؟ ما توقعت تطلبني. بدي اشوفك الليلة ضروري. هي بأمرك، اللي وين؟ بمينا الصيادين بنص الليل، ما تتأخر. اوكي، رح كون على الوقت. بدك شي؟ سلامتك، باي. باي. مين ألا؟ اللي خلصني من الموت، أطيب شاب ممكن تتعرف عليه. يعني من جماعة فاتح؟ من جماعة حاله، بيشتغل مع الكل، بس بهالأيام فاتح محتكره، ولما بتنتهي الأمور إلو عندي كتير. رح يصير من العائلة، خي لألنا. أف؟ هلأ بتحبه؟ ألا بينحب، غير كل بضاعة فاتح. لما بعتوه تنظف وراهن من بعد ما ضربني شاكر وقوصني اسكندر، ضميره ما طاوعه، اخذني على المستشفى وعرض حياته للخطر كرمالي. ولا عرض حياته للخطر؟ بحال عرف فاتح اني بعدني عايش، هو الوحيد اللي رح يحمل المسؤوليه، وهو الوحيد اللي رح يتحاسب قدام فاتح. وحساب فاتح معروف شو هو. القتل. صح، مشان هيك اذا انكشف الا صار عارف حاله شو بده يعمل تيحمي حاله. We'll be right back.
هاي الفلوكة اللي قلت له الاسكندر انه اخدتك فيها ودفنتك بالبحر شو؟ بتكون غيرت رأيك وناوي تقتلني وتدفنني بنفس المطرح. غيرت رأيي بس ما غيرت المطرح. انت الوحيد اللي مش ممكن اقومه لو كانت نيتك تقتلني. شباك وين شاري؟ بلا ما تعرف أحسن. هالقد اللي عم تفكر فيه بيطالني شخصيا؟ كيف عرفت؟ إحساس. ليه ما سافرت جو؟ ليه ما سمعت مني وتركت البلد وريحتني منك؟ إذا عرفوا إنك عايش مش رح يرحموني ولا يرحموك. ليه بدك تحطني بوز المدفع وإنت قادر تحمي نفسك وتحميني؟ ليه بدك تخليني اندم على الساعة اللي خلصتك فيها؟ ليه بدك تخليني ارجع عيد حساباتي؟ شو اللي منعك تسافر؟ اللي طار عفاتي ما بقدر سافر قبل ما اعرف بيي وين. محبوس، مخطوف، فاقد ذاكرته او تحت التراب. كيف بدك ياني سافر واترك ام وحيدة؟ إلا أكثر من 25 سنة ناطرة جوزة اللي خفيه فاتح وعبد الله وكامل. يمكن ناطرة وهم، ناطرة سراب، ناطرة ميت ليرجع. بس ناطرة وما إلا حدا غيري. أنا ابنها وحيدة، ما إلا غيري يرد الغايب على بيته. إذا كان صحيح كامل وفاتح وعبد الله هن اللي خفوه، معناتها مش رح يرجع. كان لازم تفكر من الأساس بما أنك وحيد أمك أنك ما تحرمها منك. طيب طيب أوكي خلص، ارجعوا على بيوتكم، بكرة بنشوف شو بنعمل. شو يا عبد الله؟ ما لقوا حدا مش هيك؟ لا خليل ولا راجي ولا أولادهم، بيوتهم مسكرة وتليفوناتهم كمان. جارسينا من كل النواحي ومزبطينا من كل الميلات، وعارفين انه رح ندور عليهم، وعارفين انه هالمره ما رح نلاقي صعوبه من انه نكمشهم. اخذوا حذرهم واختفوا من جديد. لك هودي ما عندهم مخ خرج تخطيط، في حدا وراهم عم بيوجههم، ومش بعيده تكون دنيا. اكيد اكيد دنيا، لانها تركت المستشفى بعد ما شفتها، حست اني عرفتها. بعد ما شفت الصورة عندها بالبيت تأكدت انه جو ابنه. ويا خوفي يا عبد الله، يا خوفي ما يكون ابنه كمان خلص من الموت. جو شيله من حساباتنا، مش معقول يكون بعد عايش. اسكندر قتله وقلان تكفل بالباقي. بس ما تستهون بهيدي الصحفية ولا تستهون بفراس، هن ودنيا مرتبينا سوا. بعرف يا عبد الله، بعرف اسكندر أكد لنا إنه قتلوا، بس ما بخبي عليك شاكك إنه ألان هيكون تكفل بالواجب مثل ما لازم. بكذب عليك إذا بقلك مش خايف من فاتح. بلا خايف، ورح أكون صريح معك أكتر من هيك. لما وصلتك على المستشفى ما كنت عامل حساب انك رح تعيش. قلت بهالطريقة بريح ضميري، لأنك بنظري ميت على الحالتين. بس ما كنت عارف إنه الشيطان ما بيخرب ويكرب. الشيطان ما بيخرب ويكرب. ما بعرف إذا هالمثل صحيح بينطبق علي وعليك. صدقني لو الشيطان بزيته شافك بالحالة اللي كنت فيها كان رحمك وأخذك بإيده على المستشفى. كأنك ندمان أنك شايفنا قدامك. لكون صادق معك ومع نفسي، لو سافرت ما كنت ندمان، لأنه نزعة الخير اللي فيي أقوى بكتير من نزعة الشر، وخصوصا بعد ما عرفت شو سبب الخلاف بينك وبين فاتح.
هالشي خليني كفل عن غلطي اللي عملتها من زمان. أي غلطة؟ ما بقدر أقولها. ليه ما بتقدر تقولها؟ حسب ما فهمت منك أنا صرت بحكم الميت، والميت ما بيقدر يفشي سر. طالما عارف حالك رح تموت، ما في لزوم تعرف. بخاف كثير من إحساسي يا عبد الله، بخاف من الأفكار اللي بتجيني، لأنه ما في مرة إلا وتحققت. بتصدق إذا قلت لك ما في نهار مرق وصدقت إنه كامل قتل دنيا ويوسف؟ فكر باللي بعدهم عايشين ولازم نوصل لهم، لأنه إذا ضلوا في التدين ما حدا بيعرف شو ممكن يعملوا. بدي أعرف يا عبد الله كيف كلهم عرفوا إنه بدنا نطب عليهم وكلهم هربوا مع بعض بنفس الوقت؟ يمكن يكونوا مجتمعين بشي محل. بكره رح نرجع نعمل لهم زياره بالنار ونسال الجيران. لابد ما حدا يعرف وين. مش عارف يا عبد الله، مش عارف من مين بدي اسلقها. من مين؟ من فهد رشيد، ولا من دنيا وراجي وخليل؟ مش عارف من مين بدي اخلص بالاول. لا اتفضل التاني. بنرجع حقنا بالاول، لانه هودي صراصير ومصيرهم يوقعوا بين ايدينا. البلد صغير وهن عقلاتهم صغار، رح يرجعوا يكفوا لعبتهم، لانه مش عارفين انه نحن كشفناها. بعد كل اللي صار وبتقلي مش عارفين؟ لا يا عبد الله، عارفين مكترين. تصبح على خير. دي من اهلا. بقدر قلت لك وما حدا يعرف، لأنك مقتول قبل هلأ والمجرم معروف. أنا عم بعمل هلأ اللي طلبوه مني. ضميري كمان رح يكون مرتاح. أعطيتك فرصة لتعيش، الظاهر ما بتعرف تستفيد من الفرص. غريب، مع أنه الفرد بصدري بس مش خايف تقتلني. نحن ما خلقنا لنقتل ألا، برغم جو الحقد والكره والغدر والإجرام اللي عايشين فيه. صحيح في جواتنا مساحة كبيرة للانتهام، بس المساحة الأكبر هي للرحمة. مشان هيك رفقتك وناطر بكل لحظة ترفع الفرد علي. إذا ما قتلتك رح يحطوا الفرد براسي ويقتلوني. انت هلأ مسؤول عن موتك، وأنا هلأ مسؤول عن حياتي. كلها صارت تحت ايدك شيخ فاتح. راجي وخليل هربوا، يوسف وامه دفنتهم مثل ما دفنت سليمان. وين دفنتهم يا كامل؟ بالمرمله اللي بارضي، والتبان الازرق ما راح ينبشهم. كامل، شو اللي بياكد لنا كلامك؟
الجرافة بعدها بالمرملة، فيكم تتأكدوا بنفسكم. سؤال برات الموضوع يا كامل. تفضل. انت يا كامل اكيد انك قتلت دنيا وابنها، او هيك يعني حن الدم وتركتهم يروحوا بحال سبيل؟ جاوبني بصراحة لآخر مرة. هالموضوع خلصنا منه، ليش عم ترجع تفتحه مرة تانية؟ في شي اللي عم تسأل؟ خلص خلص، سؤاله سألته وما بقى أسألك إيه. أنا أضعف من إني قتلك، وأنت بالذات، مشان هيك رح أعطيك فرصة تانية ترجع تختفي ما عود اسمع عنك شي. ارحمني ارحمني وارحم حالك وارحم أمك، وفكر إنه حياتنا أمانة برقبتك. بعد ما اتهمني شاكر إني حاولت أقتله، ما عاد فيي سفير. المباحث وراي، واسمي صار على المطار وعلى الحدود ووين ما كان. يعني أنا هلأ مطلوب من الكل، ما عاد فيي أعمل شيء. عمول باسبور مزور، غير اسمك غير شكلك، لأنه المصاري اللي أخدتهم من فهد وفاتح قادر تعمل فيهم اللي ما بينعمل. ما فهمت عليك. بلا جو، فهمت علي منيح. ما تفكر إني سكت عن هالشي لأنه مصيري معلق بمصيرك، لا، سكت لأنه بهيدا الموضوع بالذات معركتك معهم أنا ما لي دخل، وبعتبر حالي أخذت منهم جنيتك وجنيتي في حال كشفوك وكشفوني. كيف عرفت؟ قال كلمة مرشد وأنا صدقتها. شو قال؟ قال لو ما كان عارف إنك ميت، الصوت اللي سمعه وقت اللي عملت له كمين ما بيشبه الا صوتك. تعبان تلاقيهم بالصالون؟ نسيت واخذتني غفوه. بدك اعمل لك شيء تشربه؟ لا حبيبتي، كل النهار بالمكتب اجتماعات وشغلي، تعبان بدي اطلع على غرفتي نام. تصبحي. وانت من اهلي. بعترف اني غلطت بحقك، ضربت كل الحسابات وحميت كل الضحايا، امي وقرايبين، بس ما ضربت حسابك، خصوصا من بعد ما فاتح عرف الحقيقه. اي حقيقه؟ بتمنى من بعد ما خبرك تفهم موقفي وتساعدني حتى نلاقي حل يحميك ويحميني، نطلع من هالقصة بأقل خسائر ممكنة. شو بعد مخبيلي مفاجآت؟ قربت النهاية، بس ما بعرف مين رح يبقى للآخر، أنا ولا هن. أعطيني من الآخر جو، ما بقى تبرم حول الموضوع. من الآخر ما بينفع، لازم تسمع كل الخبرية من الأول للآخر.
كشفت في راس لعبد الله. ما بقي كثير حتى تكشفني جيهان بنت فاتي. مثل ما سمعت بازل كان عم يجمع حاله بحاله، بقي منه كم قطعه جمعتهم بايدي. يعني انت ما كنت عارف انه جيهان بنت فاتح؟ كل هالمده ما خطر على بالك تسالها هي بنت مين طالما انت عارف انه هي من بيت الحاج؟ ابدا ولا خطر على بالي اسالها عن بيها. كانت همتني هي بالذات، مثل ما هي ما سالتني عن عائلتي لانه كنت هممها انا بالذات. لو ما بعرفك انسان صادق ما كانت هالخبرية قطعت براسي. مسرحية درامية عم بحرك خيوط القدر، ما بقى كتير حتى تسكر الستارة ومش معروف عاية نهاية. لو ما بعرف أبطال المسرحية وبعرف إنه فاتح هو البطل الأساسي كنت نطرت لأعرف النهاية، بس خسارة النهاية صارت معروفة وانت وانا من اهم الضحايا. هذا اذا ما عرفنا نلعب ادوارنا. انا قدرت اغير بالبدايه.
عليك يا كامل، الله يلعنك. بدك نصيحة ونصيحة أخت؟ اسألي عن جو، تأكدي مين بيكون، مين أهله، شو مستواه، مع مين كان يحكي قبلك، شو ماضيه، شو حاضره، قبل ما تفكري بالمستقبل معه. أنا بعرف إنك بتحبيه، بس ما بيمنع تتأكدي بمين أنت مغرومة. معك حق، مش يمكن جو في راس نيناتهم متفقين علينا من الأساس؟ عم تمزحي؟ ما في شي بعيد. لا مش عم بمزح، من وقتها قصتك وقصت زينة كل ما قرر اسأل بابا عنه ارجع غير رأيي، بس لأني وعدته انه ما جيب سيرته لحدا قبل ما يخلص من مشاكله المادية. جيهان اسألي عنه، ضروري تسألي عنه. بشكرك يا رب، ما خليتني أعمل نفس الغلطة مرتين. شو هو الذنب اللي بده يكفر عنه أرى؟ وليه ما بيقدر يقول؟ تذكركم شباب، يعطيكم العافية. معك سلاح؟ طالما أنتوا معكم لشو بدي سلاح؟ براك إذا بتريد. عمرك تفضل. يوسف سليمان؟ نعم. وشو بيقربك جو سليمان؟ أنا أود بعتولي جو. قل له ما بقى يعتولك بهالاسم مرة تانية. يعطيكم العافية. شو بك قاعد عم تلغي الحكي معه؟ ماشي سيدنا، طلع اسمي يوسف سليمان، سألته شو بيقربك جو سليمان، قال لي أنا وعد بعتولي جو. ليه ما عيطت لي؟ كيف تركته يمشي؟ ورقه مزبوطين سيدنا. قريت اسم الأم؟ ما انتبهت.
عرفت وين راح الكابتن؟ أكيد لحق يوسف سليمان. مين يوسف سليمان؟ واحد أخذت وراءه وكل شيء تمام، سألني الكابتن شو كنت عم تحكي معه.